جودي بدأت لها شخصية جميلة الحمد لله، حالتها بقت الحمد لله ربنا كرمني فيها، الحالة بتاعتها كويسة جدا. بتحب انها تدخل المطبخ تعمل شوية حاجات كده، تحب تغني، بتحب تمثل. ففي يعني قريت مرة على النت ان في حاجة اسمها توب ايفنت مهرجان افضل شيف متلازمة داون، وفي فروع تانية يعني. فانا لقيت بما ان جودي بتحب المطبخ فقدمت لها في المسابقة. طبعا كنا بنسمع كتير بقى ان في ناس بيستغلوا ولادنا ان هم بياخدوا مكسب من وراهم او بياخدوا اي منفعه من وراهم. فقدمت الصراحه وقلت ايه مش مهم يعني، انا بالنسبه لي جودي هتبقى مبسوطه وخلاص. بصراحه لقيت ان في اهتمام جامد بالولاد. استاذ احمد غربيه رئيس المهرجان بقاله 3 سنين بيهتم بالولاد فعلا. عنده عامل حاجه اسمها اجمل طفل وطفله، كل انواع الاعاقه مش الداون بس. في اطفال الحروق، السرطان، الشلل الدماغي، الاعاقه الحركيه، كل حاجه يعني مهتم بيهم بصراحه كلهم. فقدمنا الجودي وبرده كنت فاكره ان الموضوع كله مجاملات يعني، ان الولاد دول عشان حالتهم فالموضوع يعني كده بس. لا انا لقيت لجنه تحكيم عاليه جدا لدرجة ان انا خفت اول ما شفت لجنة التحكيم، لانها فيها شيفات معروفين جدا زي شيف محمد حامد، شيف محمد مغازي، خيري احمد، شيف سعيد دميري، شيف تليد مراد، شيف اردنية ومسؤول عن المهرجان. يعني فعلا لقيت الموضوع يعني حقيقي مش مجرد بس بيفرحوا ولادنا. بس الحمد لله جودي اخذت المركز الاول وانا اتبسطت جدا من رأي لجنة التحكيم فيها. ورأيهم ده أثبت لي أن الموضوع ما كانش مجرد حاجة بيفرحوا بيها الولاد طبعا، لا كانت حاجة معمولة على مستوى وما كانش فيها أي مجاملات الحمد لله. والحمد لله ربنا موفقنا. عملت ريزو، أول حاجة عملت كاتشب، بكده كاتشب سوي صوص، بكده سوي صوص عسل، بكده سكر. المركز الأول وعلى القرار الشيف جودي ياسر كمال. شيف جودي عمل الطبق الريزو. جميل. عملت ايه يا جودي؟ عملت ايه؟ عملت الحمد لله. عملت اكل ايه؟ عملت اكل ريزو. بصراحة من ايه تو زد عملت الصوص، عملت الرز، اشتغلت بخطوات صحيحة، هايجين بكل الثبات، وحاجة عالية جدا 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 من حيليكي قوي قوي قوي، سقفة كبيرة قوي. اما اشتركنا في المسابقة طبعا ما كنتش متخيل ان جودي ممكن تفوز يعني. انا قلت ايه يعني طبعا كنت عشمانة في ربنا، بس انا كنت متخيل ان احنا ناخد مركز تاني مركز تالت، او ان الموضوع بس مجرد ان هم بيفرحوا الولاد يعني. ففجأة سمعت اسم جودي ما كنتش مصدقة، فرحت جدا وفرحت اكتر ما سمعت رأي لجنة التحكيم في جودي. يعني فعلا قيموا الطبق اللي كان جودي مقدماه بتقييم مهني جدا بدون اي محاباه او مجاملات يعني. فالحمد لله يعني ان ربنا وفقنا وتعرفنا على المجموعه المحترمه، مستر احمد غربيه ومدام تليد ومجموعه الشيفات الرائعه اللي كانوا موجودين. وعلاقتي بجودي دايما بنقعد نلعب مع بعض شويه، وبجيب لها حلويات كل يوم وانا مروح، وساعات بذكر لها وطول الوقت بفضل معاها يعني، وطول ما في البيت وكده. اخواتي في البيت بيذاكروا معايا، انا واخواتي بنلعب وبنذاكر ونفرج على التلفزيون وحاجات. كل يوم بالليل ده بنفضل قاعدين مع بعض نتفرج على التلفزيون، نجيب فيلم على اليوتيوب او اي حاجه بس، وبننزل نلعب مع بعض على طول، و ده طبيعيه خالص يعني مفيش اي مشاكل. لما جودي خدت جائزه احسن شيف انا كنت فرحان جدا، وخدتها وجبت لها حلويات وفضلنا نهزر مع بعض وضحكنا ولعبنا بس، وتصورنا ونزلت لها حتى بوست على السوشيال ميديا، وفرحان بيها قوي يعني. الولاد دول على فكره في حاجات كتير قوي احنا اللي مش بنحاول ان معاهم يعني، انا زيهم زي اي حد نورمال. انت بتيجي تقول له ده لا، بتعوده ان ده لا، السكينه بنمسكها بطريقه معينه، ما نقربش جنب النار غير بطريقه معينه، ونكون احنا كبار وفاهمين يعني. جودي ما بقتش اسيبها غير لما هي بدات من 14 سنه بدات بتدخل، وهي دلوقتي عندها 15 سنه، فهي دلوقتي كبيره وفاهمه وعارفه ايه اللي بيأذي وايه اللي ما بيأذيش.
وهي الإعاقة بتاعتهم على فكرة برضو يعني درجات، يعني مش حاجة ثابتة طبعا، عشان محدش يدخل ولاده ويكون هما مش واخدين بالهم أو مش منتبهين. لكن أنا اللي أنا مع تجربة جودي وبنصح بيه أي أم، مفيش حاجة اسمها صعبة على أولادنا، حاولي وجربي، والحاجة اللي ما يقدرش عليها عملي ستوب، بس طول ما هم قادرين ادعمي وجربي وحاولي، ما تسمعيش كلام حد ان يقول ان ده هينفع وده مش هينفع، لازم تجربي. وهم بياخدوا بس صعوبة اكتر شوية من غيرهم، او الطفل النورمال عنده او الطالب النورمال بيبقى حاجة اسمها عنده صعوبات تعلم، عنده التحصيل عندهم مش نسبة واحدة، فاحنا ليه بنظلم ولادنا ونقول انهم هيقدروا او مش هيقدروا؟ زي فكرة ان ولادنا يروحوا مدرسة يعني متخصصة تربية فكرية او مدرسة عربي بس، لا بالعكس، ولادنا متميزين جدا في اللغات، وهي اسهل لهم شويه، لان اللغه العربيه عندنا تقيله. فبالعكس انا شايفه اكتر صعوبات واجهتني مع جودي في اللغه العربيه، الدراسات، الدين، الحاجات اللي هي باللغه العربيه، انما الساينس، ماس، الانجليش، فرنش، كل الحاجات دي هم ولادنا قادرين عليها. موضوع ان الطلبه في ثانويه عامه مش الدمج مش بيمتحنوا على التابلت، ايا كانت بقى المنظومه دي كويسه هتكمل او مش هتكمل، اكتر ناس محتاجين ان هم يكونوا من خلال التابلت او الموبايل في امتحاناتهم او الكمبيوتر هم طلبه الدمج، لان ده اولا اسهل لهم، ثانيا هم عبقريين يعني، او عندهم نوع من التقدم كويس قوي في استخدام الاجهزه دي. فانا ليه لا، ليه نحط لهم محظورات او حاجه؟ حضرتك قلت دمج، يبقى دمج في كل حاجه، اتعامل مع الولاد كانهم طبيعيين. ما هو انا مش معقوله دمج ان انا حاجه بس بقولها كده وفي الاخر انا ما بطبقهاش في المدرسه. في مدارس كتير مش عارفين يعني ايه طبقوا تجربه الدمج. احنا بندي تدريب وبندي حاجات للمدارس والمدرسين، بس احنا مش مطبقه في مدرستنا على فكره يا جماعه. المفروض ان اول ما يكون في طلبه دمج في كلاس، لازم يكون دور الاخصائي النفسي او الاجتماعي لازم يأهل الطلبه زمايلهم اللي داخلين معاهم الكلاس، ان هم يقول لهم ان جاي لكم الحاله دي حالتها، ولازم طريقه التعامل معاها تكون ازاي. مش انا اسيب الطلبه دي في وسط زمايلهم، هم التانيين مش فاهمين، هم يعني معذورين برضو مش فاهمين الحاله اللي معاهم ايه، فبيبداوا يتعاملوا بنوع من مش تنمر، هو مش بسميه تنمر لانهم مش فاهمين، يعني بيلاقوا حد بيتلعثم في الكلام، مش قادر يتكلم، مش عارف يتصرف زيهم، فبيبداوا يضحكوا زيهم زي اي حد مش فاهم. فلازم الولاد الاول يتوجهوا ان معاهم حاله دمج. المدرسين لازم يكونوا على درجه عاليه جدا من التدريب ان هم يعرفوا يتعاملوا مع الولاد.